من الأماكن اللي المصريين بيحبوا يزوروها ويتفسحوا فيها في أول يوم في السنة حديقة الحيوان. يعني في مناطق كتير أو خروجات كتير المصريين متعودين يروحوها في الأعياد، في المناسبات، في الأجازات، منها حديقة الحيوان. لكن خلال الساعات اللي فاتت انتشرت بعض الأخبار عن إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة لمدة عام كامل، عشان هيكون في بعض التعديلات، التطويرات، الإصلاحات. بعدها خرج نفي من وزارة الزراعة وأكدوا بأنه لأ، الحديقة مفتوحة وهيستقبلوا الزوار، هيستقبلوا رحلات المدارس والجامعات، وأنه خلاص الدنيا يعني شغالة، ما فيش أي حاجة. طيب إيه القصة بقى وإيه الحقيقة في الخبرين المتضاربين؟ خلينا نسأل الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وزمان، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بألف صحة وسلامة، وكل شعب مصر يا رب بألف صحة وسلامة. الحديقة مقفولة ولا مفتوحة وإيه القصة؟ الحقيقة الحديقة إن شاء الله مفتوحة، وإحنا مستمرين في استقبال الزوار، ويمكن كان صدر بيان من الوزارة بالأمس بيؤكد إن إحنا مستمرين في استقبال الزوار، والحديقة هتفضل شغالة، وتفضل شغالة في مواعيدها الطبيعية اللي هي كل يوم ما عدا يوم الثلاث، وبتستقبل السادة الزائرين وكل الراغبين في زيارة الحديقة، وبتعمل بكامل قوتها، ما فيش أي مشكلة خالص في هذا الأمر. أمال إيه قصة إغلاق الحديقة؟ مش المفروض في تطوير وهيتم إغلاقها لمدة عام؟ يعني طبعا بالنسبة لخطة التطوير دي خطة موجودة، ويمكن بيتم مناقشتها وبيتم عرضها في مجلس الوزراء، ولكن احنا حريصين دايما على فتح الحديقة، وأكيد لو في أي مستجدات هيصدر بيها بيانات رسمية من الوزارة، ولكن إحنا بنتكلم إن شاء الله إن الحديقة مفتوحة بكامل قوتها وبكامل طاقتها وشغالة كل الأيام ما عدا يوم الثلاث اللي هو الأجازة الطبيعية لموجودة في الحديقة اللي بيبقى فيها أعمال صيانة، هي دي فقط اليوم اللي بيبقى فيه عملية غلق للحديقة. يعني جنينة الحيوانات شغالة، مش هتقفل دلوقتي يعني، لكن مشروع التطوير مازال مستمر. لكن هتقفل امتى؟ عشان مشروع التطوير هو ده اللي لسه مش معلوم، صح كده؟ لا احنا الحديقة شغالة، واحنا عندنا خطة تطوير ليها علشان نحافظ على عملية الاعتماد الخاصة بيها. احنا عندنا بنحاول ان احنا نصل الى افضل الحدائق العالمية، ويبقى عندنا تطوير كبير بيحصل فيها، انما احنا كمان حريصين على ان يكون الحديقة بتعمل وشغالة ومستمرة في العمل، وده يعني شيء اساسي بالنسبة للحديقة، لان هي بتعتبر متنفس طبيعي في منطقة القاهرة الكبرى، ويمكن بيجهز زوار من كل أنحاء الجمهورية، فالحديقة بتعمل وتظل تعمل إن شاء الله، وهنفضل مستمرين في استقبال الزوار، ويمكن إحنا من وقت للتاني بنعمل بنشوف حجم الإقبال عامل إزاي، وبنتابع الموضوع، وإحنا أصدرنا على الصفحة الرسمية للحديقة أكثر من مرة إن في دوما استقبال للسادة الزائرين، وهنفضل مستمرين في العمل إن شاء الله طوال الفترة المقبلة، وأكيد لو في أي حاجة هيصدر بيها بيانات رسمية من الوزارة. أما البيانات الرسمية اللي بتقول دلوقتي أو أي معلومات خاصة بالحديقة هي إن الحديقة بتعمل وستظل تعمل خلال الفترة المقبلة يعني بإذن الله. الحديث عن انه في تطوير للحديقه او في اغلاق وفي نقل للحيوانات، لانه مش هينفع يحصل اي عمليه تطوير للحديقه والحيوانات موجوده، الكلام ده حضرتك بتقولي انه لسه ما فيش بيان رسمي او لسه ما فيش كلام رسمي بالقصه دي؟ لا طبعا احنا عندنا خطه تطوير للحديقه، ودي خطه بيتم او تم اعتمادها مع مجلس الوزراء، ولكن احنا ايضا في ظل خطه التطوير احنا حريصين على ان تكون الحديقه مستمره في العمل، واكيد لو في اي مستجدات خاصه بالحديقه هيصدر بيها بيانات رسميه من الوزاره. يعني اللي اقصد اقوله ان احنا دايما بنبقى حريصين على اطلاع الراي العام بكل المستجدات وبكل الحقائق ببيانات رسميه، ودايما بنكون بنطلع الاخبار فورا. اما ما يخص عملية الغلق، لم يحدث أي غلق للحديقة ولن يحدث في الفترة المقبلة، احنا مستمرين في استقبال الزائرين، خطة التطوير تم وضعها وبيتم أو هيتم البدء في تنفيذها وفقا لجداول معينة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وبيتم مناقشتها مع كافة الأطراف المعنية والبدء في التنفيذ. والخطة التطوير دي هدفها رفع كفاءة الحديقة وتحويلها إلى يعني قبلة أو تضاهي الحدائق العالمية. اليه التنفيذ ان شاء الله احنا دايما بنكون حريصين ان احنا ما يكونش في غلق للحديقه، ولو في غلق هنخسر او هيطلع بيه بيانات رسميه، نعم لكن
احنا بنعمل بكامل قوتنا حتى الان. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة.